أصحاب التعريف الحديث هو الدراسة العلمية للسلوك. حينما أقول دراسة علمية يعني هناك مبادئ وهناك قواعد لابد أن يقوم ذلك العلم بدراستها، لا ليس كل دراسة للسلوك. الحمد لله الولي الحميد المبدي المعيد الفعال لما يريد، والصلاة والسلام على خير الأنام المضلل بالغمام الموضح لنا مبهمات الأحكام أبي القاسم محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن سلسلة محاضرات علمية في الإعجاز القرآني والتي تقام في برنامج سماحة المرجع الديني الأعلى السيد الصرخي الحسني، يتقدم الدكتور عمار البديري بإلقاء محاضرته الموسومة علم النفس في التراث الإسلامي، فليتفضل مشروعاً بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أيها الأخوة، كلنا نعلم إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القرآن الكريم الذي أعجز قوم عصره فضلاً عن الأقوام التي تتالت علينا، وإلى الآن بقى هذا المعجزة الخالدة وبقت هذه المعجزة الخالدة. كان ينظر إلى القرآن باعتباره أنه إعجازاً بلاغياً، لكن الآن أثبت أن القرآن هو إعجازاً في كافة العلوم. ونحن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى مبتدئين أن يتقبل منا هذا العمل ما نقدمه إن شاء الله. هو أيضاً استمرار لتلك المحاضرات العلمية في الإعجاز القرآني في كافة العلوم، وكما أسلف الإخوان إن شاء الله في بحثهم وفي بحوثهم السابقة في تناولهم لكثير من هذه العلوم، سواء كانت في الفيزياء أو أحياناً في اللغة وغيرها. محاضرتنا اليوم هي عن الإعجاز القرآني في علم النفس، وكما تعلمون إن علم النفس يعد من العلوم الحديثة التي ظهرت حديثاً خاصة في القرن التاسع عشر، واستمرت إلى الآن البحوث في هذا المجال. لكن نحن نقول إن القرآن الكريم لم يترك شاردة ولا واردة إن صح التعبير إلا وتناولها في كافة العلوم. لذلك علم النفس، كثير من الآيات القرآنية أشارت إلى النفس وأشارت إلى أحياناً أنماط النفس الموجودة لدينا، فكانت هذه اللبنات الأولى في تناولها لعلم النفس. الآن لنتفكر في بعض الآيات القرآنية طبعاً. قبل أن نعرج إلى الآيات القرآنية، نحن دائماً حينما يكتشف العلماء معلومة جديدة أو حينما يبحث العلماء في علم معين، بعد ذلك نرجع إلى القرآن الكريم باعتبار أن العلماء اكتشفوا هذا المبدأ، ونحاول أن نتحقق من وجود ذلك في القرآن الكريم. ودائماً نقول هذه المقولة المشهورة، نحن قد اكتشفنا ذلك قبل 1600 سنة، بدل أن نبذل ما في وسعنا وبدل أن نجتهد لكي نكتشف تلك العلوم الكامنة في ذلك القرآن أو في هذا القرآن الكريم، بدل أن يكتشفها غيرنا، ثم نرجع بعد ذلك ونقول نحن
قد عرفنا ذلك في القرآن. نستطيع أحياناً أن نكتشف تلك العلوم أو أن نتمعن في آيات القرآن لاكتشاف تلك العلوم، ثم بعد ذلك نستطيع أحياناً أن نحقق في ما توصل إليه الآخرون، وأن نكتشف أحياناً الأخطاء الموجودة في العلوم الحديثة. قبل ذلك لابد أن نعرف ما هو علم النفس. أحياناً قد تكون لديكم الكثير من المفردات والمصطلحات عن هذا العلم، لكن لابد أن نقوم بترتيب تلك المعلومة. إن شاء الله المعلومات موجودة لديكم، نحن نقوم إن شاء الله بترتيب المعلومات هذه. علم النفس هو الدراسة العلمية للسلوك. الدراسة، هذا التعريف الحديث، هو الدراسة العلمية للسلوك. حينما أقول دراسة علمية يعني هناك مبادئ وهناك قواعد لابد أن يقوم ذلك العلم بدراستها. لا، ليس كل دراسة للسلوك هي علم النفس، وإنما فقط الدراسة العلمية. ما هو السلوك؟ حينما نقول دراسة علمية للسلوك، فما هو السلوك؟ السلوك هو أوجه نشاط الكائن الحي. كما تعلمون، الإنسان أو الحيوان يوجد لديه أو يصدر منه أفعال وحركات، هذا يسمى سلوكاً، هذا النشاط يسمى سلوك. لذلك حينما ندرس علم النفس نقول هو الدراسة العلمية للسلوك، لا نقول هو الدراسة العلمية للسلوك الإنساني، بل نقول هو الدراسة العلمية للسلوك. هنا نشمل دراسة السلوك الحيوان مع الإنسان، لأن كثير أو في كثير من الحالات نحن نجد هناك استفسارات موجودة لدينا أو تساؤلات موجودة لدينا، نجد الإجابة من خلال متابعة سلوك الحيوان، وهذا استخدمه علماء النفس في التعلم وغيره. هذه الإشارة في دراسة السلوك ليست مكتشفة حديثاً، وإنما حينما نرجع للآيات القرآنية نجد إن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا في أول حادثة في خلق نبينا وأبينا آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، كيف حينما أصبح هناك التقاتل بين ولديه بعد أن قتل أحدهما الآخر، ماذا كان هناك في الآيات القرآنية؟ هنا تشير الآية القرآنية إلى أن الله سبحانه وتعالى أرسل غراباً لذلك الموقف، فكان هناك سلوك من ذلك الغراب. إذن كان الغراب لديه سلوك، الدراسة والتفحص في سلوك هذا الغراب ولدت لدينا ماذا؟ معرفة في سلوكنا نحن أو في ما نستطيع أن نفعله. بعد أحياناً توجد كثير من الآيات القرآنية تشير إلى مثلاً كثير من سلوك الحيوانات الموجودة لدينا، أو أحياناً يضرب كمثل للأنعام مثلاً، والبهيمة أجلكم الله على الناس الذين يبتعدون عن الحق ولا يريدون أو يسمعون لصوت الحق ونداء الحق. أمر آخر، أحياناً نحن كما تعرفون أنتم في استنباط الأحكام الشرعية، ولو يعني دخلنا على أهل الاختصاص في استنباط الأحكام الشرعية، أحياناً نأخذ الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ومن السنة، سواء كانت السنة هي فعل المعصوم أو تقريره أو أحياناً أحاديثه الشريفة. نجد أن القرآن الكريم أوردنا كثير من الأمثلة وفي الآيات القرآنية عن سلوك الحيوان التي يفترض بنا أن ننتفع منها، وخاصة ينتفع منها المتقون قبل غيرهم، والناس الذين يتفكرون قبل غيرهم. كذلك نجد مثل الإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه يقول له تفكر في القرد، يضرب له مثال القرد، بعد ذلك يشرح له كيف إن القرد هو يشبه كثير من الخصائص والمهارات الموجودة لدى القرد هي تتماثل لدى الإنسان. أول شيء يضرب له مثلا حسب ما تكوينه الخارجي، مثلا التشريح الخارجي له من وجه والعينان واليدان وغيرها، ثم بعد ذلك يبحث معه في الجهاز مثلا العصبي والجهاز الهضمي وكذا. هذه إشارات إلى أن أهل البيت والقرآن الكريم كانت هناك إشارات لذلك في دراسة السلوك. نأتي إلى موضوع آخر هو القرآن ومعرفة النفس، هذه نستطيع أن نقول مقدمة لموضوع آخر. نجد في كثير من الآيات القرآنية النفس تتردد في كثير من الآيات القرآنية، تارة أحياناً يوجد مصطلح النفس وتارة يوجد مصطلح الروح، بالرغم من أن العلماء لم يفرقوا بين مصطلح النفس والروح إلا بعد
يعني فترة كثيرة من البحث والتجربة. الآية الأولى نقرأها لكم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يتفكروا في أنفسهم. الآية الثانية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الثالثة، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه مجموعة من الآيات كمثال، لكن الآيات القرآنية كثيرة في هذا الصدد. إذن القرآن الكريم يحثنا على معرفة النفس، على التفكر في داخل النفس. وكما تعرفون هناك آيات كونية عدها العلماء، هناك آيات كونية وهناك آيات نفسية في داخل النفس. معرفة النفس أيضا في الأحاديث الشريفة، يعني هناك تنقل أحاديث سواء كانت عن الرسول الكريم أو عن الإمام علي عليه السلام. مثلا هذا القول للإمام علي عليه السلام، أفضل معرفة معرفة الإنسان نفسه، أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه، من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة. هذا سيد الموحدين. معرفة النفس في علم النفس الحديث، تطرقنا إلى معرفة النفس في القرآن الكريم وإلى معرفة النفس في السنة النبوية. الآن لنأتي معا لنعرف معرفة النفس في علم النفس الحديث. هناك ما يسمى في علم النفس الحديث، هذا أحد فروع علم النفس الحديثة، طبعا فروع علم النفس كثيرة لكن نتعرض لأهمها الآن في مجال البحث. ما يسمى بعلم النفس الإيجابي، هذا علم النفس الإيجابي يدعو بأن يعرف الإنسان ماهية ذاته، يعرف الإنسان نفسه، قدراته، قابلياته، إبداعاته والمهارات الأخرى. كان في السابق ينظر نظرة تشاؤمية إلى النفس باعتبار فيها نزعات سلبية، أما الآن فهناك نظرة إيجابية تدعو إلى التأمل في إيجابيات تلك النفس. في تاريخ علم النفس كانت أول دراسة لعلم النفس طبعاً كدراسة تجريبية أولى في سنة 1879، وكانت في ألمانيا، إذ عد أول مختبر لعلم النفس. بينما نحن نجد هذه الدراسات النفسية كثيرة في حديث أهل البيت وفي القرآن الكريم منذ كما أسلفنا 1600 أو أكثر من ذلك. في القرآن الكريم لو رجعنا للقرآن الكريم لوجدنا كثير من التقسيمات للنفس الإنسانية. نجد تارة هناك النفس التي تدعى اللوامة أو الأمارة قبل ذلك، هناك النفس اللوامة وهناك النفس المطمئنة. بالرغم من وجود كثير من التصنيفات في القرآن، لكن نحن في مجال البحث اعتمدنا على ذلك لكي نبرهن على أن هذه المصطلحات الموجودة هي اشتقت منها التصنيفات وأنماط لعلم النفس أو للنفس عفوا من قبل علماء الغرب. أنتم تعرفون وسامعين يعني في كثير من المجالات للعالم النمساوي فرويد، وكيف أنه قام بتقسيم النفس حيث قسمها إلى الهو والأنا والأنا الأعلى. وفي سنة 1913 فسرت أو ترجمت تلك، كان يكتب كتاباته باللغة الألمانية، فسرت الآيات القرآنية التي تحمل ذلك التصنيف النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة بحسب تصنيف فرويد، فترجمت النفس الأمارة إلى الهو عند فرويد، وترجمت النفس اللوامة إلى الأنا، وترجمت النفس المطمئنة إلى الأنا الأعلى. طبعا فرويد قسم هذه الأقسام باعتبار أن الهو هي التي تبحث عن مبدأ اللذة. طبعا دائما عفوا هناك يقول صنف من أصناف النفس لدى ذلك الفرد هي دائما تريد أن تشبع لذاتها بكل الوسائل. أما الأنا الأعلى لا، هي على غرار الهو، هي التي تحاول أن تضبط النفس وتحاول أن تصل بالإنسان إلى أعلى قيمه أو إلى أعلى المبادئ لكي يشعر بالراحة وغير ذلك. الأنا الأعلى لا، هي التي تحاول أن توفق بين الهو وبين الأنا الأعلى. الأنا هي التي تريد أن توفق بين الهو وبين الأنا الأعلى، فهي التي تربط بين الأمرين. إذن كثير من العلماء الآن في العصر الحديث يرجعون التطور في علم النفس إلى فرويد باعتباره الرائد في علم النفس. بالرغم أن هناك انتقادات كثيرة على فرويد في هذا المجال، إلا أن الكثير من العلماء قد بنوا نظرياتهم على نظريات فرويد، تارة بأن يصححوا فيها وتارة أن يعترضوا ويقدموا اعتراضاً على خلاف ما جاء فيه فرويد.
توصلنا إلى أن فرويد التقسيمات التي جاءت أو جاء بها فرويد هي موجودة في القرآن الكريم. آليات التحليل النفسي التي استخدمها فرويد أيضا كانت لها إشارات سواء كانت في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية الشريفة. كان فرويد يستخدم في بادئ الأمر التنويم المغناطيسي، وكلكم قد سمع عن ذلك أو قد قرأ في هذا في النت أو في أحيانا في الصحف وغيرها، لكن بعد ذلك فشل في هذا المضمار، استخدم وسيلة أخرى هي ما يسمى بالتداعي الحر. التداعي الحر هو أحيانا يكشف عن مضمون الشخص من خلال ما يخفيه، تغيرات في وجهه أو فلتات في لسانه، يحاول أن يستخدم مثلا أساليبه في الكلام مع ذلك الشخص، بعد ذلك هذا الشخص قد يظهر ما في داخله من خلال فلتات اللسان أو من خلال مثلا ما يحدث لديه من ارتباك وغيرها، وخاصة مثلا في كشفه للكذب يستخدم أنه الإنسان إذا أصبح لديه إحمرار في الوجه أو ارتجاف مثلا في الأصابع وغيرها وتلعثم، يقول أن هذا الشخص يخفي شيئا ما. لنجد إرثنا الإسلامي في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعمل أعمالكم. هنا إشارة إلى أن الإنسان ما يضمره في داخله يظهر من خلال تصفحنا لوجهه أو من خلال فلتات اللسان وغيره. نعم، قول الرسول الكريم: ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها. كما تعرفون الجلباب هو كأنه الغطاء الذي يتغطى به الشخص أو يلبسه ذلك الشخص، فهنا تكون سرائر الشخص معروفة من خلال ظاهر ذلك الشخص. الإمام علي ماذا يقول؟ ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر أو ظهر في لسانه وصفحات وجهه. إذن هذه الأساليب ليست بجديدة حتى يعتبر أن ذلك العالم هو رائد علم النفس، بل نجد أن هذه الإشارات موجودة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة وأحيانا حتى في فعل المعصوم. هناك أيضا فرع من فروع علم النفس الذي يسمى بالصحة النفسية، وهو أيضا مرتبط بعلم النفس الإيجابي. هذا الفرع يعتبر أن الإنسان لابد أن يشعر بالصحة النفسية، وأن ما يتعرض له من ضغوطات ومن أمراض نفسية تؤثر على جانبه مثلا العقلي وقد يكون الجسدي، وأن الإنسان لابد أن يشعر بالراحة النفسية من أجل مجابهة كثير من ضغوط الحياة. فلو رجعنا إلى القرآن الكريم نجد هناك آية قرآنية دائما نحن نقوم بتكرار تلك الآية، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية تربط بين الاطمئنان القلبي وبين الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكثير من العلماء حاليا وهو ما يستخدمون وسائل في كسب الراحة النفسية وكسب الصحة النفسية للكثير من المرضى في علاجات في المستشفيات، يقومون بوسيلة ما تسمى بالإيحاء، وهي أن نجعل ذلك المريض أن في إيمان مطلق بالله سبحانه وتعالى وبالشفاء في ذلك أو من ذلك المرض. فنجد أحدهم يقول مثلا أن أعظم داء هو القلق، إذ يعتبر داء العصر، ولكن أعظم علاج لهذا الداء هو الإيمان بالله. كذلك ثبت أيضا من خلال التجارب التي تجرى على الكثير من المفحوصين، سواء كانت تلك التجارب باستخدام الوسائل الحديثة يعني دراسات الأعصاب وغيرها، إنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الذي يولد الطمأنينة لدى الفرد. هذه الطمأنينة سوف تخلق هناك دافعا لمجابهة، أحيانا قد تكون مجابهة صعوبات حياتية أو مجابهة صعوبات قد تكون حتى في الأمراض وغيرها، وهذا طبعا يتعلق بالجهاز الإرادي لدى الإنسان والجهاز اللا إرادي. كما تعلمون أن هناك في علم النفس، هذا ندخل في علم النفس الفسيولوجي، هناك الجهاز ما يسمى بالإرادي هو الذي يسيطر على الجسم كافة، وهذا الجهاز هو أين؟ في الدماغ، سيطرة على جسم الإنسان كافة. هناك جهاز آخر هو الجهاز اللا إرادي، هذا الجهاز اللا إرادي يعمل لا إراديا بدون سيطرة الإنسان. لذلك أحيانا نحن نتساءل لماذا قد أتلعثم مثلا في الحديث، أو لماذا أرتجف، أو لماذا مثلا أشعر مثلا بالإرباك أو أشعر بتصبب العرق البارد في حالة الخجل أو غيره.
هذه الأمور لا نستطيع السيطرة عليها، وإنما الجهاز اللا إرادي هو الذي عمل تلقائيا في ذلك بمجرد أن تفكيرنا في هذا الأمر. كيف عمل هذا الجهاز؟ عمل هذا الجهاز أن يؤثر في غدد الجسم، لذلك ما يؤثر مثلاً الأطباء يعرفون أن هناك ما يسمى بالهايبوثالامس الذي يؤثر على إفرازات الغدة النخامية، وبدورها الغدة النخامية. في الغدة النخامية هي قد تكون هذه الغدة صغيرة جداً بقدر حبة الحمصة موجودة في الدماغ، يرجع يعني اضطرابات الجسم وحركات الجسم وتأثيرات الجسم حتى في النمو إلى هذه الغدة. لماذا؟ لأن هذه الغدة لديها إعازات ولديها إفرازات، وأهم ما تفرزه هو هرمون النمو الذي يؤثر في النمو. كذلك لديها إعازات في كل الغدد الأخرى، فأهم تلك الإعازات هي ما تولده للغدة الكظرية في إفراز الأدرينالين، هذا الذي يولد الإرباك وغيره. لذلك نجد العلماء حينما يريدون أن يعالجوا ذلك الموقف باعتبار أن هذا التأثير هو لا إرادي، لا يسيطر عليه الإنسان، ولكن هم ينصحون بأن الإنسان يتحرك أو ينتقل من مكان إلى آخر أو يبتعد عن مصدر المشكلة. هل يوجد علاج في هذا الأمر أو شبيه لهذا الأمر في تراثنا الإسلامي مثلاً؟ هل سمعتم عن ذلك؟ أحياناً نجد كثير من الأحاديث أو نتناقل تلك الأحاديث بيننا، نقول إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم ماذا يفعل؟ إذا كان مثلاً أحاديث كثيرة فيها أن يتوضأ مثلاً لأن الغضب من النار وغيرها، وأحاديث أخرى لا تقول إن كان قائماً فليجلس وإن كان جالساً فليقوم أو يتحرك. لماذا؟ لأن بسبب هذه الحركة تولد أنت عدم انتباه للمشكلة، وبسبب هذه الحركة أيضاً يولد لديك إعازات، هذه الإعازات للجسم قد تكون مقاومة لخفض تأثير الأدرينالين في الجسم. هذه ايضا تكون، نحن نرجو المعذره، احيانا قد ناخذ فيض من غيظ من القران الكريم باعتبار ان المحاضره محكومه بوقت. لذلك حينما نريد ان نرجع للايات القرانيه كثير منها فيها علم النفس. اذا الاطمئنان يحصل بذكر الله، وهذا الذكر يولد ايحاء للانسان لكي يجابه كثير من المشاكل الموجوده لديه. نعم. جانب آخر من علم النفس هو علم نفس الطفولة. علم النفس الطفولة، وكانت طبعا كانت مرحلة الطفولة والاهتمام في مرحلة الطفولة حدث حديثا، إذ كان هناك الكثير من المجتمعات التي نعتبرها الآن ونعدها من الدول المتقدمة المجتمعات المتقدمة لا تعطي دورا للطفولة، ولا تعطي دورا للكهولة، ولا تعطي دورا للنساء، لكن نجد القرآن الكريم على غرار ذلك باعتبار خاصة يعني ما موجود لدينا. مثلا حاليا أنت تقرأ مثلا عن السياسات الرأسمالية وغيرها، تجد أن تلك السياسات لا تعطي دور لهؤلاء الثلاثة باعتبارهم خسارة على أو خسارة على المجتمع بدل أن يكون نفع، تعطي دور فقط للإنسان القادر على العمل. بعد هذا الأمر وبسبب حقوق الإنسان الموجودة وبسبب كثير من ما تزعمته الدول المتقدمة باعتبار أننا لابد أن نبحث عن الطفولة وغيرها وندعم الطفولة، ويبحثون عن المشاكل الموجودة حقوق الطفل وغيرها بالرغم أن تلك الحقوق هي حبرا على ورق. نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية أسست علم النفس الطفولة، أيضا المعلومة موجودة لديكم إن شاء الله، وهذه المعلومة موجودة في التربية. كلكم يعلم أنه إذا أراد أن يؤدب ابنه لابد أن يبتعد عن صفع ذلك الطفل مثلا، وإذا كان ذلك الصفع أو الضرب ولد إحمرار عليه دية أو غيرها، السادة المختصون المشايخ إن شاء الله يعرفون بذلك الأمر، دية على هذا الفعل، إذن أي مبدأ في ذلك؟ لكن نرجع إلى المبادئ التي كانت موجودة لديهم، أن الطفل أحياناً حتى كان مبدأ أنه حتى يقطع أو تقطع يده كعلاج وكعقوبة، بينما نحن لم نرى ذلك في القرآن. أيضاً في السنة النبوية هناك إشارات إلى أن الطفل لابد أن نصاحبه كذا من السنين، لابد أن يعني نعلمه عفواً حينما يصل إلى مرحلة معينة، وخاصة لو رجعتم إلى ذلك مثل قول الإمام علي حينما يصنف لنا مثلا مرحلة الطفولة بست مراحل،
أو 6 سنوات. هذا التصنيف أيضاً حالياً عالمياً هو المستخدم فيه. نحن نريد أن نشير إلى شيء مهم في الطفولة وهو اللعب، باعتبار أن الطفولة أو مرحلة الطفولة هي المرحلة الأنسب لتعلم المهارات الحركية وكذلك اللغوية، بالرغم من أن هناك اختلافات مثلاً بين النوع بين الذكور والإناث في ذلك. تجد أنت مثلاً الطفل لديك في هذه المرحلة توجد لديه طاقة كامنة، طاقة زائدة، لذلك هو قد يولد أو يستنتج أو يستخدم تلك الطاقة من أجل ممارسات معينة. لذلك تجد مثلاً اختلاف بين الذكور والإناث في استخدام هذه الطاقة. مثلاً على سبيل المثال النمو اللغوي لو رجعنا له في مرحلة الطفولة، نجد الإناث مثلاً يكون أسبق من الذكور في النمو اللغوي، باعتبار أن هذه الإناث هي دائماً قد تكون يعني في مع الوالدة، وأحياناً تسمع ذلك الكلام، لذلك تستخدم الكلام أكثر في التعبير. أما الأطفال لا يستخدمون النمو الحركي في ذلك، يعني دائماً تجد لديهم الحركات تكون أكثر فعالية مما لدى الإناث، باعتبار أول شيء التغييرات يعني البيولوجية الموجودة لدى الذكور هي تختلف عن الإناث، وباعتبار المهنة الموجودة لديه أحياناً وحتى طريقة اللعب. لذلك اللعب يعتبر يعني، وخاصة هناك حتى ما يسمى بالعلاج النفسي باللعب، يستخدمونه في مرحلة الطفولة لعلاج من يعاني من التوحد ومن الأمراض الأخرى في استخدامهم للعب. نجد أيضا أن هناك إشارات لأهل البيت في ذلك المسار، وهذه الإشارات ليست فقط أقوال وإنما حتى توجد في الطابع الفعلي لهم صلوات الله وسلامه عليهم. نقرأ لكم هذه الرواية عن أبي رافع قال: كنت ألاعب الحسن بن علي عليه السلام وهو صبي بالمداحي، فإذا أصابت مدحاتي مدحاته قال احملني، يعني الإمام الحسن، وكأنه هي قانون اللعبة حينما تصيب إحداهما الأخرى لابد للشخص الفائز أن يحمله الشخص الخاسر. قلت احملني، فيقول يعني أبي رافع يقول للإمام الحسن احملني، فيقول: ويحك، أتركب ظهرا حمله رسول الله؟ فأتركه، فإذا أصابت مدحاته مدحاتي قلت: لا أحملك كما لا تحملني. فيقول: أوما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول الله؟ فأحياناً قد تكون اللعبة بسيطة، ولكن في هذه اللعبة لماذا أحياناً يعني أهل البيت وحتى العلماء يعني المستحدثين يرون في اللعب هو وسيلة للتفكير وغيرها؟ لأن اللعب يولد أو يكشف للإنسان مدى قابليات ذلك الطفل، مدى قابليات ذلك الفرد، فطنته، مهاراته وغيرها. أحياناً حتى طريقة التعلم لدى الأطفال هي تعتمد على اللعب. لذلك نجد المنهج الجديد أو المنهج الحديث المستخدم في البلدان المتقدمة هي يقومون بالتدريس أو بالتعليم عن طريق اللعب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى. لذلك نرى أن تكلمنا عن اللعب ونرى أن هناك خلق هذا اللعب يولد استعداد لدى الفرد لتقبل المهارات وغيرها، وكما أسلفنا أن مرحلة الطفولة هي مرحلة المهارات وأنسب مرحلة لتعلم المهارات. فالتعلم قائم على الاستعداد، وهو الاستعداد لدى الطفولة خاصة حينما يكون، وكذلك على الدافعية الموجودة لدى الفرد. يعني كثير من الإخوان وكثير من الطلبة مثلا يشكون أنه يريد أن يدرس ولكن لا توجد لديه الدافعية للقراءة أو لغيرها أو لمتابعة الدروس، لا توجد له الدافعية. هذه الأسباب تولد أن هذه الدافعية هي غير، نستطيع أن نقول يعني تنازلا أنها غير مكتملة. لماذا؟ لأن لابد أن تكون لها مراحل. أول من درس الدافعية بشكل متطور هو بلوم، يعني وعدكم تصنيف بلوم، الكثير من الأخوان إن شاء الله سمع بذلك التصنيف. عفواً، تصنيف مازلو، أعتذر. لذلك أول ما صنفها إلى دوافع فسيولوجية، وبعد ذلك ارتقى دوافع الأمن وغيرها إلى أن يحصل إلى الدافع الآخر هو تحقيق الذات.
هذه الدوافع الفسيولوجية يقول إن الإنسان لابد أن يشبع غريزته من الأكل إذا كان جائعاً مثلاً، والشرب والمنام والراحة وغيرها، ثم بعد ذلك يستطيع أن يفكر بتلك الحاجات، باعتبار أن الحاجات هي كالسلم، لا تستطيع أن تصعد ذلك السلم إلا بتجاوز الدرجات السفلى. فنجد أول ما يضع لدينا هو دافع الجوع، وبعد ذلك دافع الأمن وغيره. نحن الآن نجد إشارات في القرآن الكريم لذلك، طبعاً نقول نجد إشارات لأننا لم نكتشف تلك الإشارات بعد لا أن اكتشفها علماء الغرب. لنقرأ هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني انظر في القرآن الكريم يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إذن قدم حاجة الجوع قبل الحاجة إلى الملبس أو الحاجة إلى نعم ألا تضمأ فيها ولا تضحى، قدم الحاجة إلى الشرب وغيرها قبل الحاجة مثلا إلى المأوى وغير هذا الأمر. آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن هذه إشارة أخرى إلى أن هذه الحاجات. في سورة قريش، بسم الله الرحمن الرحيم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن القرآن الكريم قدم حاجة الجوع على حاجة الخوف عفواً. بعد ذلك نجد أن مازلو في سنة 1953 اكتشف تلك الحاجات وقال أن هذه الحاجات لابد أن نقوم بإشباع الحاجة الأولى وبعد ذلك نتدرج إلى الحاجات الأخرى، لذلك لابد أن يكون إشباع لحاجة الجوع ثم ذلك لحاجة الأمن وغيرها إلى أن نصل إلى الحاجات الأخرى. فرع آخر من فروع علم النفس وتكلمنا عنه يعني كإشارة بسيطة، قلنا هو علم النفس الفسيولوجي. كما تعلمون حينما نبحث عن حواس الإنسان التي تعتبر وسيلة أو واسطة للاتصال بالعالم الخارجي، هناك علماء من قالوا إنها خمس حواس، ولكن العلماء في العلم الحديث أو في الدراسات الحديثة اكتشفوا إن الحواس هي 11 حاسة وليست خمس حواس. لماذا؟ لأن حاسة اللمس يقسموها إلى 6 أصناف. نجد الله عليه وسلم يقول اعجبوا لهذا الإنسان، أو عفوا للإمام علي، اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. الإمام علي جمع هذه الحواس أو بعض هذه الحواس في هذه العبارات. ينظر بشحم، العين هي متكونة من أين؟ من الشحم. يتكلم بلحم على اللسان، يسمع بعظم، وكلكم تعلمون أن الأذن هي متركبة من 3 يعني أقسام، وخاصة ما فيها المهمة هي عظمة الأذن. إذا أصابت هذه العظمة أحياناً تولد لدى الإنسان عدم السمع، ولا أحياناً حتى تولد لديه فقدان ما تسمى بالحاسة الدهليزية التي تساعد على التوازن. هذه الحاسة الدهليزية يعني نحن نجد أحياناً فتات من إرثنا الإسلامي هو على لسان كثير من حتى الناس البسطاء، يعني نحن نسمع كثيرا أمثلة، هذه الأمثلة الشعبية أحيانا نجد هذه الأمثلة الشعبية أيضا تولد لدينا حقائق علمية، وأحيانا هذه الحقائق موجودة حتى في القرآن. هذه الحاسة الدهليزية إذا أصابت في هذه الأذن الوسطى وفقدنا الحاسة الدهليزية، الإنسان لا يستطيع أن يتوازن، يفقد التوازن، يقوم متخبطا ولا يستطيع أن يقف على قدميه. هناك إشارات أيضاً لهذا المبدأ في التراث، خلنا نسميه مثلاً في الأمثلة الشعبية. هل أحد منكم يستطيع أن مثلاً يسعفنا بذلك؟ بعير يعرج من إذنه، هذا المثال الموجود عندنا. هذا المثال ليس يعني بخاطئ وإنما صحيح، بسبب إصابة الحاسة الدهليزية لا يستطيع الحفاظ على التوازن، فتجد أن في عظمة صغيرة تستطيع أن تودي بهذا البعير إلى الهلاك.
نعم. أيضا نجد أن إشارات، طبعا الإنسان محكوم كما قلنا بالجهاز العصبي الإرادي أكثر ما يكون الجهاز العصبي اللا إرادي، لأن كثير من تستطيع أن تتغلب على ذلك الأمر بالتفكر وغير ذلك. الإنسان يختلف عن باقي الحيوانات بالرغم أن هناك كثير من الكائنات الحيوانية هي تشابه لذلك، لكن الإنسان حياته في رأسه، إذا قطع الرأس لا يستطيع الاستمرار في الحياة، بينما بعض الكائنات الحية تستطيع الاستمرار في العيش حتى بدون الرأس. يعني مثلا نضرب لكم الحشرات مثل الفراشة، أو مثلا عندكم الطيور إذا قطع جزء من الدماغ تستطيع أن تستمر في العيش، لكن الإنسان لا يستطيع العيش إلا بوجود ذلك الدماغ. هناك إشارات أيضا لوجود ذلك المحرك للإنسان، فمثلا أيضا نجمع بين علم النفس الفسيولوجي وبين قضاء الإمام علي، فيروى أن الطفل له بدنان ورأسان، له بدنان ورأسان على حقو واحد، الحقو يعني الظهر الواحد، عمود فقري واحد، لكن له رأسان وبدنان. هذا الطفل أرادوا كيف أن يعتبروا هو شخص أو اثنان، باعتبار أنه أرادوا أن كان القضاء، يعني حتى تكون هناك إلمام بالصورة، كان القضاء هنا على الإرث الشخص، هل هو شخص واحد فيأخذ إرثا واحدا حصة واحدة، أو شخصين مثلا يعتبر حتى يأخذ حصتين. فقال لهم الإمام اعتبروا إذا نام ثم انتبهوا أو انبهوا أحد البدنين والرأسين، فإن انتبها معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نام فهما اثنان. يعني هذا ما يعتبر من أيضا من قضاء الإمام علي، وكذلك معرفته بأحوال علم النفس. نحن نعتذر على الإطالة بالرغم أن هناك كثير من الفقرات ولا نستطيع أن نتكلم فيها لضيق الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد، وأن يغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا على نفسنا. لذلك نختم إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر.